لو أتى أحد من علماء العرب وهو فرنسي وهو أبو إنتاج الأدوية بالعالم يقول نرفع لك القبعة وأنا معك اليوم، وأنا معك اليوم أمام العراقيين والعالم، أقول لهم إن هذا الرجل حالة استثنائية. هل يصدق العراقيين؟ من أصدقائنا ومن الغرباء ومن الذين يقيمون وزنا للشيطان، ظاهرهم يوحي إنهم مؤمنين وباطنهم شيطان رجيم. لذلك نقول للناس هل تسمعون؟ فإن كنتم لا تصدقون إنها رسالة الإمام الحجة إليكم، وهذه الرسالة 19، فماذا تقولون؟ والمفاجأة هو استقبال الدكتور عبد الرحيم معلة، وهو الخبير بالبايوكيمستري أكثر من 25 عام، وهو يعمل في حقل صناعة الأدوية والتركيبات الكيميائية. أنا لا أستطيع أن أعرف عنك، أترك لك التعريف عن نفسك. أخبرني لو سمحت من أنت وما هي أبحاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اسمي عبد الرحيم معالله، أصلي مغربي وجنسيتي كندا، مقيم بكندا هذه مدة 22 سنة. أشتغل أكثر من 25 سنة في الصيدلة، في جميع أطر الصيدلة وفي تسجيلات الأدوية في كثير من الدول العالمية، في أكثر من 60 دولة في العالم. درست البيوكيمستري حتى أخذ دكتوراه من المغرب في الأعشاب، ومن هناك رحت على فرنسا عملت بيوكيمستري دكتوراه وفي ألمانيا كذلك، ومن هناك استغلت عدة سنوات في فرنسا، وجاءت الهجرة إلى كندا ورحنا على كندا، ومن هناك أشتغل في قطاع الصيدلة. توليت أكثر من منصب في عملك وفي عدة دول مهمة بعالم الدواء. أخبرني قليلا عن شركات الدواء الكيميائية وكيف يصنع فيها الدواء، وخاصة أدوية أمراض السرطان. العلم الحديث صار عنده عجز أمام هذه المعضلات المرضية الكبيرة مثل السرطان، مثل الزهايمر، مثل كرون ديزيزز، والأبحاث صارت عاجزة. والأدوية التي تصنع هناك في الشركة التي أشتغل فيها عندهم كثير مصانع في العالم، منها مصانع في كندا ومصانع مختصة في صناعة أدوية السرطان. وهذه أدوية السرطان هي أدوية عندها ما يسمى في الصيدلة السايد إفكت، هو الأعراض الجانبية الكبيرة، ومنها ما كأنك تحرق كل أخضر ويابس لتعالج اليابس السرطان. نعم. طيب أخبرني كيف وصلت للدكتور والتقيت به، ومنذ متى تتابع الدكتور أبو علي؟ هذه هداية من الله سبحانه وتعالى. هداني الله للدكتور أبو علي الشيباني لما كان في شهرزاد. كمحب لآل البيت كنت ببحث في الأنترنت على ما يقربني لآل البيت وللأئمة صلوات الله عليهم وعليهم، وكنت فيه شغف كثير لحب آل البيت. سبحان الله، حتى صار لي بالصدفة وجدت حلقة في شهرزاد للدكتور أبو علي الشيباني اللي في 2012، ومن هناك سبحان الله ما صارت حلقة ولا إلا واتبعتها. ورغم بأن تركيبتي العلمية كنت دائما بشوف المتممات التي يقولها أبو علي الشيباني، وبالباك جراوند بتاعي العلمي بشوف بأن هذه المتممات لا تعالج المرض فقط بل تعالج أسباب المرض. هذا هو الأساس والترميم من الأصلي للمرض، وهذا عاجز عليه الطبيب وعاجز عليه الطب الحالي، لأن العلم الحالي كان يروح على مش المسببات ولكن على النتائج بتاع الأمراض اللي يعالجها. و18 رحت على الطبيب قالت لي بأن عندك لوكيميا،
وانا كنت بتبع الدكتور ابو علي الشيباني، قلت هذا محفز اساسي لي لان انا اعمل هذا المتمم على نفسي انا كذلك. وجئت في سبتمبر 2018 الى الشركه اللبنانيه للمتممات العلاجيه، واخذت متمم لي ولزوجتي اللي كان عندها انزلاق فقرات الظهر. وسبحان الله لما أخذت المتمم بدقة صار عندي فيه تحسن كبير، ورحت عند طبيبي الأخصائي الذي بيتابعني ونعمل تحاليل ولقوا كل شيء أنه صار. نعم، شو قالوا لك الأطباء بعد ما شافوا هذه النتيجة؟ صارت سبحان الله، لأن لما شافت النتيجة قالت لي عملت إيه، صار فيه كله مستقر سبحان الله وتحسن كثير. قلت لها لأن عملت هناك تركيبة عشبية ومتمم علاجي، قالت لي والله هذا علم كبير سبحان الله. وزوجتي لما أخذت المتمم كانت لما تريد أن تنام كانت لابد ما تأخذ أقراص مهدئة لتنام على الوجع بتاع دارها، ولما أخذت المتمم من هناك ما صارت تأخذ ولو حباية. برأيك لماذا؟